الراديو 90 هواها مصر. يلا يا معلم هقولهم لك كلهم عشان اتفاجئت فجأة الساعة 3:10 ولازم نروح لكاني مكان علشان الوقت ما يجريش. لو انت مجموعك 2 او 23، المريخ بيقولك شهر 12 هتلاقي قطة يعني قدامك، يعني اي قطة تلاقيها ابعد عنها لانها خارجة من بيت ملبوس مريخي. 3 او 24 انا اسف، لو مجموعك 3 او 24، المريخ شهر 12 شهر فيه دفاتر الموت، الزم بيتك. لو مجموعك 4 او 25، المريخ شهر 12 في المريخ بيقولك الشهر ده مش شهرك خالص من ناحية الفلوس، هتكح تراب مريخي. لو مجموعك 25 او 26، ماما او بابا او حد كبير هيرفع ايده عنك وبدون سبب وهيثق فيك جدا، خلي بالك ده فخ. مجموعك 6 او 27، شهر 12 هو نهاية حزينة. بيقولك في المريخ مسمينه شهر الحزانة يا ستر يا رم، ده حاجة فلة فخلي بالك يعني. مجموعك او 27، احنا قلنا لو مجموعك 27 او 6 موضوع شهر الحزانة ده. لو مجموعك 7 او 28، المريخ شايفك انك عملت مصيبة في 2017 وعمال تدفع تمنها، شهر 12 الموضوع هيكبر وهيتعرف، مش عارف اقول لك ايه بس ده اللي بيقولوه. مجموعك 8 او 29، قدامك سفرية مع كلام معلمين الشهر ده، حاول تكسب فيها باي طريقة وتبت فيها بايديك واسنانك والا المريخين هنفخوك، هينزلوا هم يرحلوك بقى. لو مجموعك 9 او 30، عريس او عروسة جاي لحد من ناحيتك او من ناحيتك، يعني في خطوبة لحد من المقربين ليك او ليكي، فما تنفسنش. مجموعك 10 او 31، اللي هو انا، بيقول ايه بقى؟ كذا عزومة اكل محترمة هتتعزم عليها. ايه كويس، كل اللي مجموعهم 31 او مجموعهم 10 ابسطوا، هنتعزم هناكل. لو مجموعك 11 او 32، سلسلة مفاتيح هتلاقيها دي بتاعت اوكا زوما، ده من المريخ وما بيحبش حد يمسك حاجته اصلا وهيجي بنفسه ياخدها. مجموعك 12 او 33، الساعة دلوقتي بتوقيت المريخ 2 الظهر، وفي حد عزمك من المريخ على الغدا، جاهز ماشي. لو مجموعك 13 او 34، المريخ بيقولك قول اللي مخبيه علشان لو ما قلتوش غيرك هيقوله. 14 او 35، المريخ بيقولك هيحصل تغير في وزنك، 6 كيلو طالع او 6 كيلو نازل. مجموعك 16 او 36، البعد عنه او عنها مكسب، حد في دماغك حالا، ابعد عشان تكسب. وش ازرق او وش اصفر ده يعني. مجموعك 16 او 37، شخص بيبدأ بحرف الالف، انت فرحان ليه بشكل كبير بس هو ما يستاهلش. ماشي. مجموعك 17 او 38، قرارك انك تتغير في 2018 محتاج يتفعل فورا. مجموعك 18 او 39، بيقولك اعمل حساب لبكرة قبل محاكم المريخ، ومحاكم المريخ كلها تؤمر بشقلطتك وشفتك. اسف. مجموعك 19 او 40، صحتك مش لعبة، اسأل اللي تعبانين هتتأكد انك في نعمة، وبطل تضيع صحتك على كلام فاضي. مجموعك 20 او 41، عمال تطفشهم منك صحابك اللي حواليك، ده مش تمام خالص، بس ما تقلقش يعني لو طفشتهم او طفشتيهم كلهم، في دفعة مريخية يحبوا يكونوا صحابك جدا، بس صداقة اهل المريخ ليست بالسهل. مجموعك 21 او 42، النادي ايه، استنى مش عارف اقرأ، استنى بس ايه، النادي نونو، دي اكلة مريخية بيشتهر بيها المريخ في ديسمبر. تخيل بقى ان هم عايزينك تتعرف عليها. النادي نونو هي مكونة من فطر وحشرات متحللة، فالنادي نونو لو مجموعك 42 و21، اهل المريخ عايزينك تاكل النادي نونو. النادي نونو يا جماعة، تخيلوا بقى المجموعة 42 او 21 لازم ياكل النادي نونو عشان يرضي اهل المريخ. واخيرا 43 او مجموعك 22 او 43، بيقول لك ايه، بيقول لك ميني مروخ، ده لبس مريخي وبيشتهر بيه اهل رجال وسيدات شهر 12 في المريخ، وهو عبارة عن فستان
انت راجل انت ست لازم تلبس الميني مروخ ده لو مجموعك 43 او 22، لان بيقول لك هذا الميني مروخ بيعمل على جلب الحظ السعيد وحياتك بتكون سعيده جدا. ولكن بيقول لك احترس من الاغاني، لان في بعض الاغاني هيكون وشها سعيد عليك جدا وبمطربينها، وفي بعض الاغاني هيبقى وشها عليك مليل ب 60 ميله بمطربينها، يا بتاع 43 و 42، فاحترس.